السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثاني الإعدادي، بناخد مع بعض lessons 3 and 4 من unit 8. تعالوا نتكلم على الكلمات المهمة فيه. عندي كلمة flood يعني فيضان أو يفيض، عندي swimming pool يعني حمام سباحة، بنقسمها المقاطع. طبعا swim المقطع الأول، وبعدين بنضعف ال m، وبعدين ing المقطع الثاني، وبعدين pool اللي هو الحمام، يبقى swimming pool يبقى حمام سباحة. ladder اللي هو سلم خشبي، عندي بعد كده seat اللي هو مقعد، عندنا believe يعتقد، كمان معانا ankle يعني كاحل القدم، عندي take back يعني يسترد. تعالوا نشوف بقى الأفعال. عندي هنا طبعا باخد يسمع يعني hear، بقت heard heard، عندي know بقت knew، بقت known يعني يعرف، عندي كمان swim يسبح بقت swam swam. طبعا الاي في الاول اتحولت بقت a، وبعدين في التصريف التالت بقت يو. مع بعض الورد words and opposites، الكلمة والكلمات وعكسها. تعالوا نشوف كلمة true يعني حقيقي بقت untrue يعني غير حقيقي، وممكن اشيلها خالص واحط false يبقى انا غيرتها خالص، يا اما ازود لها يو ان وتبقى جبت العكس بتاعها، يا اما اغيرها خالص واقول false يعني غير حقيقي او مزيف. طب نيجي بعد كده kind يعني عطوف او كريم، unkind يعني غير عطوف وغير كريم، طبعا زودت لها اليو ان بس. climb up يعني يصعد، عكسها climb down يعني ينزل، الاختلاف في الاب وداون. عندي upstairs يعني الطابق الاعلى، عكسها down stairs يعني الطابق الاسفل. طب تعال نشوف الحروف الجر البروبوزيشنز اللي معانا. معانا هنا get a middle for، بيجي بعدها verb زائد ing يعني فعل في ing يعني noun. طيب wait for يعني ينتظر شخص او شيء. ايه عندي belong to يعني بيخص او بينتمي لشخص او لشيء. hear of ساعات تيجي hear of، ساعات تيجي hear about يعني بيسمع عن. طيب tell about يعني يخبر عن. go for a walk يعني يذهب للمشي، خد بالكم من حروف الجر اللي جايه معاهم. عندي fall in يعني يقع في، fall over يعني يقع على الارض، pleased to يعني مسرور بي. الاشتراك في قناتي، قناتي على اليوتيوب باسم الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي، بالضغط على زر الاشتراك اللي لونه احمر، وكمان اللي هو سبسكرايبس، وكمان تفعيل الجرس بالضغط على عليه إيه عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وكمان متنسوش مشاركة لأصحابك عشان تعم الفايدة، وصفحتي على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي، متابعة واعجاب بالصفحة واعجاب الفيديو ده. كمان تعالوا نكمل مع بعض اللانجوج اكسبريشنز، التعبيرات اللغوية. عندنا هنا give يعني give a prize to يعني بيعطي جائزة، يبقى انا لما اجي اقول a prize to لازم اخد معاها الفعل give. بعد كده عندنا come first بتيجي مع first، come first يعني احصل على المركز الاول. عندي هنا climb up بتيجي climb up a ladder اللي هو يصعد السلم، او climb up a tree اللي يتصل لك شجرة. بقى نشوف الكلمات اللي تبقى شبه بعضها شوية وتلخبط. تعالوا زي ايه، زي ميدل يعني ميداليا، وميتال يعني معدن، عندي فلود فيضان، عندي فلوت يطفو، عندي انكل اللي هو كاحل القدم، وانكل اللي هو العم او الخال، وون يعني فاز، وان يعني واحد. تعالوا كمان ناخد بالنا من الجزئيه دي عشان بتجينا في برضه في الاسئله، اللي هي لما اجي اقول طبعا بحط صفه مركبه للشخص او الولد، فما اجي بحط ما بحطش هنا الاس الجمع للصفه، ازاي انا حطيت هنا شرطه قبلها وشرطه بعدها. a brave 13 year old boy، يبقى الولد كام، ماله الولد الشجاع اللي عنده 13 سنه اسمه كريم، has got a medal، حصل على ايه، ميداليه. معانا بعد كده الفرق ما بين ladder اللي هو سلم خشبي متنقل، وعندي stairs اللي هو سلالم ثابته اللي بتبقى في المباني عادي. طيب we use a ladder to clean هاي ويندوز، احنا بنستخدم السلم الخشبي المتنقل عشان ننظف النوافذ العاليه، ودي بتيجي اسئله اختياري كتير نفس الجمله دي كده. طيب to get to the second floor عشان نوصل للطابق الثاني، you should go up the stairs، لازم تطلع ايه، السلالم. طبعا الاثنين دول بيجوا بالظبط زي ما هم كده في الاختياري كتير. تعالوا نشوف بقى اللانجوج فرانكشنز اللي معانا، اللي هي التعبيرات او الوظائف اللغويه. هيتكلم هنا عن الاخبار، توكينج اباوت ذا نيوز، لما اجي اتكلم عن اخبار او عن حدث فهقول له ايه. طبعا ممكن كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده نقوله، فانا اخترت لكم الاسهل نقول از ات ترو ذات، هل هذا صحيح، واقول الخبر اللي انا لسه سامعه.
وليكن مثلا عمر وون ابرايز ان عمر فاز بجائزة، فهل هذا صحيح؟ is it true؟ ذات، واذكر اللي انا عايز اقوله. طيب الرد عليها يبقى ايه؟ طبعا اخترت لكم I didn't know that، انا ما كنتش اعرف ذلك. عنها قبل كده وهنتكلم عنها تاني، اللي هي ان في بعض الصفات بتبقى جايه من افعال بس بتضاف لها لا اما اي دي لا اما اي ان جي، ساعات بتضاف لها اي دي او اي ان جي. طب اللي متضاف لها اي دي زي interested زي excited، دي معناها ايه؟ قال لي دي بتصف مشاعر ودي دايما بتكون الشخص نفسه. I am interested in history، انا مهتم بالتاريخ. فالصفات المنتهيه ب اي ان جي قال لي دي مالها؟ دي بتصف المتسبب في الشعور، غالبا بيكون الشيء زي ايه؟ history is a very interesting subject، ان التاريخ بيكون مادة ايه؟ شيقة. يبقى الاي دي دايما بتصف شخص، لكن الاي ان جي دايما بتصف شيء. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اللي استفاد منه يعمل لايك. كده الوحدة التامنة احنا الحمد لله خلصناها. ان شاء الله انتظروا فيديوهات على الوحدة التاسعة والاخيرة بعون الله في امان الله.